يحدثك عن ماضيه السليد، وأنت تحس كأنه يختزن أحاديث قرون خلت، أسوار لكل الأقوام التي تعاقبت على سادة حق فيها. مع ذلك تلاحظ جوانب كثيرة من هذه الأسوار تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي معرضة للتداعي، وإن أحاطت غربا وشرقا ببنايات سكنية دائمة الحياة، ويتفض بك تدريجيا عبر شبكة طرقية وسلاليم ترابية وممرات مرتفعة إلى سازة الجديدة، ويسمونها سازة السفلى لأنها تأتي عند قدمي سازة العليا الأكثر ارتفاعا والأعمق شعورا والأرفق قدرا. الأكيد أن سازة السفلى من حيث مساحتها أضحت اليوم أكبر من أمها سازة العليا، وهو ما يفسر الإقبال عليها من عدة مناطق وقبائل مجاورة، ونزوح العديد من سكان قبائلها القديمة طلبا لحياة أكثر تقدما تماشي الحياة العصرية التي تزخر بها المدينة. وقد صاحب ذلك هيكلة المدينة الجديدة من الناحية الإدارية، فتعددت بها المراكز الإدارية المحلية والجهوية والمعامل والمصانع والمتاجر الحديثة، بالإضافة إلى المؤسسات السياحية كالفنادق وعلب الليل ومحلات التنشيط إلى غير ذلك من الوسائل المتعذرة بتازة العليا التي تمثل الوجه الآخر الأكثر احتشاما ومحافظة لسازة. ومع أن النشاط السياحي بسازة يكاد يكون منعدما مقارنة مع مكانتها الحضارية والتراثية وحضورها الثقافي والتاريخي، فإن هذه المدينة تزخر بمعطيات سياحية هائلة وغير موظفة في إطارها الصحيح. لذلك فالسياحة بسازة ما تزال وقفا على بعض الزيارات الداخلية والخارجية التي لا تكون في معظمها مبرمجة، وكون جل أبنائها من العاملين بالخارج فإن ذلك يجلب لها عينة محدودة من الوافدين عليها، ومعظمهم من المغاربة حيث ينتعش الاقتصاد وتزدهر السياحة صيفا وبكم ضئيل من الفائدة التي لا تنصف سازة كبلد سياحي من الأهمية بمكان، وكمدينة جديرة بالتخطيط لإنعاشها سياحيا، وهو ما يتطلع إليه أبناؤها من الإحداث الجديدة.